علامات السحر الشخص ازاي يعرف ان هو مسحور، وهل في طريقة يقدر يعرف بقى مكان السحر ده عشان يبطله؟ أما عن كيف يعرف أنه مسحور، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يرى الأشياء على غير حقيقتها، يرى شيء مثلا زوجته على صورة حمار مثلا، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالتخييل وارد. لكن كيف العلاج؟ الرسول عليه السلام سحر، لكن لم يكن السحر مؤثرا على تبليغ الشريعة، لما كان السحر مؤثرا على العلاقات الزوجية، بمعنى أنه قال يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وهذا السحر كما أسلفت في شأن رسول الله لم يكن مؤثرا على تبليغ الرسالة، ليست له صلة بالرسالة وتبليغها، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلم يكن مؤثرا على تبليغ الرسالة. هذا وعن كيفية معرفة مكانه أو كيفية إذهابه، الإكثار من ذكر الله مع الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر دعا ودعا ودعا، واستمر يدعو زمنا حتى قال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان، يعني في المنام، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مسلم ومشاطة في بئر زروان، فأرسل النبي من استخرجها. فكان العلاج الدعاء، لا تذهب لساحر ولا لكاهن ولا تذهب لغير الله، أكثر من دعاء الله، والرقية الشرعية معروفة بالمعوذتين مع سورة الإخلاص، والإكثار من الدعاء، والمحافظة على الوضوء، والمحافظة على الصلوات، والمحافظة على سبع تمرات عجوة من عجوة العالية، أو من عجوة بصفة عامة، لا يضرك سم ولا سحر. بارك الله فيكم.